سؤال آخر، ست محمد إن أخوها متجوز على أختها، على زوجته زوجة أخرى، وعنده منها 4 أولاد وهملها تماما، وبعد كده تغير من والديه، ما بقاش يكلمهم، ومن إخواته البنات يبدو عشان أنتوا بتنصحوه فما بقاش يعني عايز يكلم حد، فبتقول إحنا ما حدش بيكلمه خالص. أولا أنا يعني أحب إن يبقى في واحدة منكم بتكلمه، ولو من وقت للتاني عشان تلحقوه، أصل ده كده يعني ماشي مع نفسه وبدماغه. فالإنسان بيحتاج للنصيحة، مش كل أفكاري ومشاعري بتبقى سليمة، ساعات بتبقى تهيؤات أنا عايش، فمين اللي بتردني النصيحة الطيبة؟ لما نخصمه كلنا مين هينصحه ده؟ وواضح كده اللي يخصم والديه، هو في بعد كده اسم؟ هو في بعد كده تخبط؟ لو قصد أخوك ده الإضرار بزوجته يأسم. أي زوج بيقصد الإضرار بزوجته يأسم. فأنت رايح تتجوز عليها عشان تضرها أو توقع ضرر عليها، يبقى أنت تأسف وما عندكش سبب داعي إلى ذلك. ولا ينبغي كمان الطلاق أنه يطلقها من غير سبب، وعنده 4 أولاد واسم القطيع عليه. عقد الزواج من أخطر العقود في الشريعة الإسلامية، أخطر عقد، أخطر عقد كتبت ومضيت، فعش تستهتر بيه وبقى جت على هواك واحدة رحت تتجوزها فترمي التانية، أم العيال بقى مع نفسها وانت بقى عايش حياتك. حتى لو بتعمل ايه يعني، الإنسان لابد أن يتذكر ما له وما عليه، ولا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ونفس الكلام بنقوله للنساء، انت كرهتها في بعض التصرفات بس أكيد ربنا كرمك وأعطاك وجعلها برضو سبب معاك انه يبقى فيه الاولاد. ان كره منها خلقا رضي منها اخر. ما نضيعش حقوق بعض. يبعث هذا يوم القيامه وشقه مائل، مفضوح بقى على رؤوس الخلائق ان ده لم يعدل بين الزوجتين. انا النهارده اخويا ده ممكن ياذيني، بنتجنب الاذيه ونسيب الباب متوارب كده من دون نيه القطيعه ابدا ابدا ابدا. ولازم يبقى في اتصال معاه، لعل نصيحة منكم تنور طريقه، وادعوا له بالهداية وصلاح الحال، وإن ربنا سبحانه وتعالى ينور بصره وينور بصيرته.